نشرة أخبارية موجزة من تلفزيون الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد إدراجه على اللائحة الأمريكية السوداء، أصدر تلفزيون الدنيا بيانا أكد فيه أن العقوبات الجديدة تظهر مجددا الوجه الديمقراطي البشع للولايات المتحدة الأمريكية راعية الحريات وحقوق الإنسان في العصر الحديث، مؤكدا أن ضم تلفزيون الدنيا إلى قائمة العقوبات السوداء الأمريكية وسام شرف جديد على صدر كل سوري حر شريف. وأضاف البيان أنه حين اختارت إدارة تلفزيون الدنيا والعاملون فيه وقوفهم إلى جانب بلدهم يضع سوريا في عينيها ويدافع عنها وعن وجودها ومكانتها وحضارتها وتاريخها، وحين وسعت الحكومة الأمريكية العقوبات المفروضة على الشعب السوري وضم تلفزيون الدنيا إلى قائمتها السوداء مع وزراء سوريين وشركة الطيران السورية، إنما ختمت بختم الإرهاب على كل سلوك تسلكه في هذا العالم. وقال البيان إن معاقبة تلفزيون الدنيا مجددا لا تختلف عن تقديم المساعدات القاتلة للإرهابيين في سوريا ولو سميت زورا مساعدات غير قاتلة. وضم الدنيا إلى قائمة العقوبات السوداء الأمريكية يسقط ورقة التوت عن المشروع الأمريكي الحضاري في المنطقة الرامي لوأد الرأي الآخر وقتل الشعوب بأيدي أبنائها مع الاستعانة بكل قاتل مأجور على وجه الأرض. ولهذا يعتبر السوريون أن العقوبات الجديدة استكمال لما فعلته الجامعة العربية حين منعت الكلمة الحرة والصادقة وأوقفت بث تلفزيون الدنيا عن قمري عربسات ونيلسات. وختم البيان بالقول إن تلفزيون الدنيا الذي آل على نفسه إلا أن يقول كلمة الحق لا يخشى في قولتها لومة لائم، ظل بفضل من الله صوتا مدويا يفضح المؤامرة، ولم تستطع قوى الشر في العالم كله أن تسكته ولن تستطيع. قضت وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة على عدد من الإرهابيين في منطقة الحولة بريف حمص، وعرف من الإرهابيين القتلى عبد القادر السواح والإرهابي عدنان محمد يعقوب الخليفان، وهو من جنسية غير سورية ومتزعم إحدى المجموعات الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم أسود الإسلام بل أسود الإسلام. وفي ريف إدلب نفذت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة سلسلة عمليات نوعية قضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم وأدوات إجرامهم، كما تصدت لمحاولات مجموعة إرهابية مسلحة الاعتداء على حواجز الجيش وألحقت خسائر كبيرة في صفوفها. وفي محيط مطار أبو الظهور قضت قواتنا المسلحة على عدد من الإرهابيين. إلى ذلك أعاد رجال الجيش العربي السوري تأمين طريق إدلب أريحة بعد أن قامت عصابات الإرهاب بزرع عدد من عبوات القتل الناسفة عليه واعتدت على سيارات المواطنين العامة والخاصة أثناء مرورها منه. أكد وزير الخارجية الروسي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار وعقد مؤتمر دولي في أسرع وقت ممكن، مفضلا أن يجري المؤتمر تحت إدارة الأمم المتحدة. وقال لافروف إنه على كل الذين شاركوا في مؤتمر جنيف أن يكونوا موجودين في هذا المؤتمر بالإضافة إلى إيران والسعودية ودول جوار سوريا. وحول توريد الأسلحة الروسية إلى سوريا استغرب لافروف محاولة بعض وسائل الإعلام تضخيم هذا الأمر مجددا تأكيده التزام بلاده بالعقود المبرمة بهذا الشأن. بدوره قال كيمون علينا حل الأزمة في سوريا من خلال الحوار ولا بد من إيجاد حل متفق عليه وعلينا إيقاف العنف الذي يعاني منه السوريون، واصفا المحادثات بالمثمرة أيضا معربا عن اعتقاده بإمكانية عقد مؤتمر دولي وإجلاس الأطراف المختلفة إلى طاولة الحوار. وردا على السؤال حول استخدام الأسلحة الكيماوية بيّن كيمون أن فعالية التحقيق تحتاج لزيارة أمكنة وقوع الحوادث وإجراء أعمال تحقيق على الأرض. إلى ذلك أكد أليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي أن على واشنطن ألا تفكر بموضوع إقامة مناطق حظر جويا في سوريا. كما قال بوشكوف في شأن إرسال صواريخ أرض جو متطورة لسوريا إن الموضوع معقد وشائك للغاية، حيث طلبت الحكومة السورية من روسيا
تزويدها بما يلزم لحماية نفسها بوجه الغارات الجوية، مبينا أن الغارات الجوية هي أمر استخدمه حلف الناتو ضد ليبيا، وروسيا لا تدعم هذا النوع من التدخل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، وطالب السلطات الإسرائيلية احترام واجباتها إزاء القوانين الإنسانية الدولية. وكان عدد من المستوطنين الصهاينة من مستوطنة كريات أربعة اقتحموا مساء أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال، وتجولوا في باحاته محاولين أداء بعض الصلوات التلمودية والتوراتية، وقد تصدى لهم المرابطون داخل الأقصى ومنعوهم من تنظيم احتفال داخل المسجد وسط حالة من التوتر الشديد تسود مدينة القدس في أعقاب تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الأقصى المبارك. أطلق المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق جملة مواقف حادة اعتبر فيها أن مصر تتعرض لهجمات الإرهاب وانهيار اقتصادي، واصفا الحكم فيها بأنه طاغ كاذب محتال، واعتبر أن خطف الجنود في سيناء يؤكد أن حكم جماعة الإخوان المسلمين يرعى جماعات من أعداء مصر تحاول ابتزاز الجيش. هذا وتنظم القوى السياسية والثورية السياسية المصرية اليوم مليونية العودة للتحرير وخلع الإخوان، ويسعى منظمو هذه الفعاليات إلى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما تستمر الحملة الشعبية تمرد التي تقودها حركة كفاية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، تمهيدا للدعوة لمليونية 30 من حزيران المقبل أمام قصر الاتحادية. أكد متحدث باسم ما يسمى أو ما تسمى بجماعة أنصار الشريعة السلفية في تونس أن تجمع الجهاديين سينظم في القيروان كما هو مقرر، سينظم الأحد على الرغم من منعه من قبل الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، مشيرا إلى أن حركته لا تطلب تصريحا من الحكومة، ومحذرا من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أعلن أن الحكومة ستحضر التجمع الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق بحسب القانون، وقال إن على السلطات أن تطبق القانون دون تمييز، منددا باستخدام العنف باسم الإسلام، مؤكدا أن الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام. وكشف الغنوشي عن قيام سلفيين متطرفين بذبح ضابط شرطة بناء على فتوى من إمامهم، مضيفا أن الضحية ذبح بسيف وتم سلبه واختبأ قتلته طوال الليل في أحد المساجد، منددا بصمت الجماعات السلفية الجهادية عن هذه الجريمة. حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشيرة إلى أن نصف سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويزيد من مشاكل اليمن الصراع الدائر بين الشمال والجنوب إلى جانب الجفاف وارتفاع مستويات الفقر، وكذلك انعدام الأمن الذي يجعل من الصعب على وكالات الإغاثة الاستجابة على نحو كاف للوضع في اليمن. هذا ويذكر أن أكثر من مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد، منهم 250 ألفا يواجهون خطر الموت ما لم تتوفر مساعدات عاجلة. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو مقتل 11 مسلحا في عمليات عسكرية مشتركة لقوات الناتو والقوات الأفغانية في عدة أقاليم شرق أفغانستان، فيما تم اعتقال ثلاثة يشتبه بأنهم مسلحون، كما تم اكتشاف مخبأ للأسلحة والقنابل في عمليات شرق أفغانستان خلال الساعات 24 الماضية. وبعد ساعات على مقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم 6 أمريكيين بتفجير سيارة مفخخة في قافلة للقوات الأجنبية في العاصمة الأفغانية كابول، أعلن حلف الناتو عن مقتل قيادي بارز في حركة طالبان يدعى شاه جول في عملية مشتركة لقوات الناتو والقوات الأفغانية
شمال البلاد، مشيرا إلى أن غول كان مسؤولا عن مجموعة من المسلحين كانت تقوم بتنفيذ هجمات ضد القوات المشتركة، كما شارك في عمليات خطف وشراء وتوزيع للأسلحة والمعدات العسكرية للمسلحين في المناطق المحلية وجمع الضرائب غير الشرعية من أجل تمويل أنشطة المسلحين. ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.